حياكم الله من جديد في أهلا. نشر حساب وزارة الداخلية مقطع فيديو لحظة رصد رجال المرور مخالفة لنظام تظليل المركبات، بالإضافة إلى رصد مجموعة من المركبات بدون لوحات سواء كانت أمامية أو خلفية. تركيز الزملاء الآن على المخالفات للسيارات اللي بدون لوحات، كذلك بدون لوحة أمامية، كذلك التظليل. المخالفات هذه يركزون عليها الزملاء أثناء تواجدهم في المواقع الآن، بيضبطون المخالفين. واضح؟ هيا شنو يا هذا كورد بدون لوحة أمامية، لون أسود. الكاميرا اللي بيعطيك العافية وقفه طيب قدام هذا الشارع. جايكم دول الشارجر لونه ذهبي، لوحات كويتية، مظلل كامل السيارة. حدي 13 نوت رقط على شارج أزيرا لونه الرصاص. السيارة شوف المسار اليسر، المسار اليسر على يسار الباص توقفوا. جايب ربع بدون لوحة أمامية مظلل كامل السيارة، شوف قريب منكم اطلعوا له. قفل عليه، قفل هنا، اطلع يسار.